مشاهدينا، في خبر آخر، أعلن الاتحاد الدولي للفروسية عن فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026، وتعكس استضافة العلا لكأس العالم للقدرة روح الفروسية والتراث، وأيضا ترسخ الروابط الوثيقة بين التراث العربي الغني والحاضر المتطور الذي تسعى المملكة إليه. يعني خير ما اختاروا، أو زين ما اختاروا العلا. أيه. يعني الأمان، المكان المناسب للحدث المناسب في الوقت المناسب. أنا أعتقد أنهم حيختارون يعني وقت من السنة راح يكون الأجواء جميلة. صحيح. وراح يناسب يعني تواجدنا هناك. بالعكس، هذا شيء جميل وشيء حلو. أنا أعتقد يعني حتى الفروسية يعني بشكل عام وبتنوع خلينا نقول رياضات الفروسية، القدرة والتحمل، قفز الحواجز وإلى آخره، من أكبر اهتماماتنا إحنا كمجتمع سعودي وكمجتمع عربي بشكل عام. فمتحمسين كثير، وبالعكس خبر جدا جميل. انا يعني كثير مبسوطه انه خلال موسم سيدتي دائما بنغطي الكثير من الفعاليات العالميه ونفرح لاستضافتها عندنا في المملكه العربيه السعوديه. الفروسيه والخيل تحديدا هو رمز من رموز خلينا نقول التراث السعودي في شبه الجزيره العربيه في هذه المناطق، فاكيد يعني الاستعدادات حتكون على قدم وساق. ودائما اقول ان الفعاليات العالميه بالمعايير العاليه، مجرد ما انه المملكه العربيه السعوديه تفوز او باستضافتها عندنا، هذا معناه انه انعكاس للتطور رؤيه المملكه 2030، وقديش احنا سباقين لهذه الخطوات، وبالتالي حققنا كثير من الاهداف قبل حلول حتى 20